بسم الله الرحمن الرحيم. اول كلمه غنبغي نقول كنشكر قناه شوف تي في اللي كتكون دائما من وراء الحدث قبل الحدث ومن وراء الحدث. من بعد سنوات من الخبره والتجربه ديال شوف تي في كنلاحظوا بانهم كيبغيو يراسلونا ديما بالجديد في مقابلات البطوله الوطنيه. وثاني حاجه كنبغي نقول في هذا الحدث ديال المباريات كنلقاو قناه شوف تي في ديما كتقدم لنا الجديد. قبل ما ندخل في الموضوع كنبغي نطلب الشفاء العاجل لجميع مرضى بشفاء كورونا، وكنتمنى لجميع الوداديين ولا رجويين ولا اي واحد صابوا بهذا الفيروس كنتسمى ليه الشفاء العاجل. كنبغي نقول يوم بالنسبه للرجاء والوداد يوم كبير بالنسبه لنا حنايا، يوم اللي غنقولوا غنعتبروه اكثر من مقابلات النهايه بدون عنصريه. كنقولوا اللي غيلعب الكره هو اللي غيربح، وان شاء الله كما كنقولوا كنتمنى انا كرجاوي وحب فريق الرجاء عندي ثقه في فريق الرجاء البيضاوي اليوم اللي غيكون كما كنقولوا كاينين بعض العراقيل اللي كنشوفوها كتعرق الفريق الرجاء البيضاوي من بعد توقيت المباريات، من بعد كما كنقولوا مقابلات كثيره، كاين واحد التعب، كاين واحد بزاف ديال الحوايج، ولكن حنا واقفين ند في ند كما كنقولوا واقفين بند ند امام فريق الرجاء البيضاوي، حيت فريق الرجاء البيضاوي ماشي فريق صغير، فريق كبير اللي كيواجه وكيلعب على جميع كما كنقولوا جميع البطولات وجميع البطولة العربية او كأس العالم للأندية او كوب دافريك او الشامبيونز ليغ. بالنسبة للبطولة ماشي غنقولوا مستوى ضعيف، اما ديما الرجاء البيضاوي كيبقى في القمة. التوقيع ديالي انايا كنقول انا بدون عنصرية، انا كنتمنى لأي واحد لعب كرة القدم وكان في كما كنقولوا في نهار وكان 100% بانه هو يستاهل يدي البطولة، مرحبا والف مرحبا. الكلمة اللي غادي نبغي نقول وغنوصل واحد النداء غنبغي نوصل لجماهير الرجاء البيضاوي، كيف دينا حنا البطولة كيف ما داوها هما، راه فريق الرجاء البيضاوي ديما كبير، كتبقى مسألة ديال لا شونس. وبطبيعة الحال إلا بغيت نرشح شي واحد غنرشح فرقتي، ماشي بالعاطفة حيت أنا فرقتي كبيرة ومعروفة عالميا، وكما كنقول واحد الفال اللي هو كوب دي موند وكأس العالم للأندية. كما كتشوفوا راه هو كأس العالم للأندية اللي كانت تألقت فيه فريق الرجاء البيضاوي اللي كانت فيها كما كنقول فيناليست. كنبغي ندير واحد الميساج بان كاس العالم شاركت فيه فرقه، وفرقه اللي هي كنظن اول فريق عربي كيوصل للفينال هو فريق الرجاء البيضاوي اللي كنحمل القميص ديالو. والحمد لله احنا فريق كبير، كنتمنوا فريق الرجاء البيضاوي يكون في كما كنقولوا في نهارو ويكون 100% واقف 100% بدنيا وطاكتيكيا باش نفوزوا الاخ بالبطوله الوطنيه. الجمهور ديال الرجاء خويا ديما تياخذ التونيات، كتخسري زاهيه كتربحي زاهيه، خسر كاع خسر من بلا كورونا دابا قدامي. واخا الجمهور مشي للشيران انت كيف تشوف تنبيعوا في هذا الشيء درابوات وتونيات. توقعات ان شاء الله، التوقعات ديالي ان شاء الله في ماتش اليوم الرجاء غدير بطوله، ان شاء الله الرجاء غدير بطوله والعرجون غيضرب ان شاء الله عليهم حفيظ الا بغى الله. البطوله رجاويه نبدا قولي كيف كافة البشر بسمح من الرحمن خلق كل شيء مزيان، وصلتي عالنبي العامر وجهه بضياء الجنان وصحابه في كل زمان. يا بنت السلطان انا خديم وانت صحبك بالشان، بيني وبينك بيبان زهرة فلا في الكون قايمه زينك شحال يبان مرار وعذب الشبان. يا بنت درب سلطان انا خديم وانت صحبك بالشان، بيني وبينك بيبان. وشكرا وتحيه لجمهور الرجاء البيضاوي من حلمي صلاح، وهذا كاس العالم من صنع حلمي صلاح بالقبس، وغيلعبوا عليه التورنوا ولاد درب سلطان. تحيه خاصه صحاب كرواسة، غنديو ان شاء الله البطوله من قلب الحدث من درب سلطان، غنربحوا ب 4-0 ان شاء الله. وعندي توقعات في الرجاء، كاين متولي عندنا متولي كيسطينا، وعندنا العرجون والنقومه والرحيمي غيكون ان شاء الله في نهارو. البيت الاول غيماركي متولي، والثاني غيماركي العرجون ان شاء الله، والثالث الحافظي صنع. الله
الرحيمي قبل غتكون ناريه حيت الجيش ان شاء الله هما واعرين بالساس. تحيه خاصه